صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 18 لسنة 2024 بتعيين مديرين في مركز الاتصال الوطني، وذلك بناء على عرض الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني جاء فيه. يعين في مركز الاتصال الوطني كل من السيدة زينب عبد العزيز جاسم النشيط مديرا لإدارة المكتب الإعلامي، السيد علي أحمد علي الجودر مديرا لإدارة التحليل والمتابعة الإعلامية.